موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلق اليوم مؤتمر قمة دول جوار السودان بالقاهرة بمشاركة الرئيس السيسي وعدد من قادة وزعماء إفريقيا لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. يأتي المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه للآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل. الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأطرح على حضراتكم تصور مصر لخروج السودان من مأزقه الراهن الذي يرتكز على العناصر التالية: أولاً، مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. ثانياً، مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. ثالثاً، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. رابعاً، تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة. السيدات والسادة، اسمحوا لي قبل أن أختتم كلماتي أن أتوجه بكلمة للشعب السوداني الشقيق والعزيز. إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين. نشعر بمعاناة أشقائنا في السودان ونتألم لآلامهم، وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت. ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة. وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخر جهداً للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة. وأود مرة أخرى أن أكرر شكري للقادة المشاركين على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة التي نأمل أن تنجح فيها مهمتنا النبيلة في مساعدة جار عزيز ودعم شعب شقيق في تجاوز محنته الحالية في أسرع وقت. شكرا جزيلا لكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر قمة دول جوار السودان التي تستضيفها القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر قمة دول جوار السودان والتي تستضيفها القاهرة لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعيات السلبية له على دول الجوار ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية سد النهضة. تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان العالمين، الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط المقام في مدينة العالمين الجديدة، والذي يستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى 26 من أغسطس المقبل. تبدأ فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، كما سيقام سباق تراياثلون مكون من 3 رياضات: السباحة، ركوب الدراجات، الجري، وجميعها ألعاب أولمبية. وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل وعروض للطائرات وبطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق للسيارات، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان. عقدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط جلسة مباحثات مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تم الإشارة إلى شراكة بين الجانبين في تنفيذ مشروع مترو أبو قير بالأسكندرية، باعتباره من أهم المشروعات التي تدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز وسائل النقل صديقة للبيئة وخفض الانبعاثات الكربون. وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تقدر علاقاتها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية باعتباره شريكا استراتيجيا وتنمويا، وأن أهمية هذه العلاقة تنعكس في اختيار البنك لمصر لتصبح أول دولة في إفريقيا تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك خلال سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. من جانبه أكد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن مصر تتمتع بوضعية متميزة على مستوى العلاقات المشتركة، وأن البنك حريص على توسيع نطاق محفظة التعاون الإنمائي والانخراط في مباحثات بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي، لا سيما المشروعات المتعلقة بمحور الطاقة. يواجه فريق النادي الأهلي في 8:30 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي نظيره فريق نادي الزمالك، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لمسابقة الدوري المصري. ويحتل الأهلي صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة.